الرحلة كانت فوق الوصف، وأنا كنت في غاية السعادة والفخر وأنا بتعرف على تاريخ بلادي العريق. وأكتر مكان اتبسطت إني شفته هو معبد الدير البحري، معبد الملكة حتشبسوت. أجمل ما في الرحلة التجمع الأصدقاء بعد فترة من المسابقة، كان فرصة إن احنا نشوف بعض ونتناقش مع بعض في مكان جميل زي لوكسور أسوان، اللي هو أصلا فرصة لأي حد يجي يزور. يكفي وجود الصحبة الجميلة في الفائزين في المشروع الوطني للقراءة والمنسقين، ناس على قدر كبير من العلم والثقافة، خلوا الرحلة طعم جديد. مبسوطة جدا إن أنا جيت رحلة الأقصر وأسوان مع المشروع الوطني للقراءة، وإن أنا زرت أماكن جديدة زي معبد الأقصر ومعبد حتشبسوت، وطبعا مبسوطة كمان إن أنا قابلت زمايلي من الموسم الأول والموسم الثاني، وإن أنا لقيت ثمرة جهدي مع المشروع الوطني للقراءة. رحلة الأقصر وأسوان هي تجربة جديدة بالنسبة لي، وما أحلاها مع المشروع الوطني للقراءة. أكتر حاجة عجبتني هي إن إحنا اتقابلنا بعد الحفلة واتكلمنا مع بعض عن أثر المسابقة في حياة كل واحد فينا، واتكلمنا عن إزاي نساهم في نشر المشروع الوطني للقراءة وكل واحد فينا يبقى عنصر فعال. كنت بسمع وبقرأ عن جمال الطبيعة اللي موجودة في الأقصر وأسوان وعن الحضارة المصرية القديمة، والأول مرة فعلاً مع المشروع الوطني للقراءة أقدر إن أنا آجي وأشوف الأماكن الجميلة دياً، ونكون دايماً بنتحرك خلال الرحلة في حضن النيل، وكمان نزور كل معلم سياحي وأثري العالم كله بيتكلم عنه. فعلاً أنا فخور إن أنا منضم لأسرة المشروع الوطني للقراءة، وفخور أيضاً إن أنا بنتمي للحضارة المصرية. مصر بألوان المعرفة.